يا خلاص يا شمالين، انتوا يعني انتوا مرتاحين كده عندكم عبيد يا اخي، انتوا كده وروني الشمالين، علموني انتوا يعني العبيد دي قاعدين يعني تستعبدون كيف يعني، وريني انا ده زي عبيد يعني، والله العظيم شمالي مرتاح ام لاس نايم، عبيد بجو براح بس بقول له شمالين احنا دايرين لكم عبيد كويس. لا يا راجل انتوا كده ورونا كده عدونا من فحمكم ده شويه كده يا اخي نستفيد يا اخي، كده يا شمالين يا راجل عدونا من فحمكم الراغي ده، انتوا واحد جسمه نايم ومرتاح وانتوا عبيد، كده ورونا العبوديه دي تستعبدوا الناس كيف، تغنيهم كيف، عندكم حجاب ام الصبيان تجر سيبها، كده ورونا الفحم اللي انتوا قاعدين تستعبدوا بيه الناس ده كيف، عشان نستعبد لنا كم نفر كده يقفوا معانا يعني. الله العظيم كلام فارغ ساكت يا زلمه. هو يا حبيبنا الموضوع بتاع السودان ده انا لسه حسي ما قاعد اتكلم، لسه لسه لمن تتغير القياده بعد ذاك نجي نتكلم في توحيد الصف، وبعد ده في يكون حكومه حرب كويس ويضرب الجنجويد بجميع المحاور، واقل من شهر بنجمع لنا 2 مليون دي المستنفرين كده يخشوا ويدعموا الجيش الجديد، جيش الوسطان بتاعت الكارثة ده ما عندنا ما شاء الله. بنجي نتكلم بندي الناس جيستيات كده تفاصيل في مستجدات في حروب في بتاع، لكن وسخان زي ده وسخان زي ده عليك الله ذاته حسي ما خسارة تجي تقعد في الكرسي معفن زي ده زي تفطر عليه والله، بعدين بكوري زي المرة الكلب الوالدة وما هو أبوها والله والله سري والله بكوري، أنت بدل تدقش التليفون ده تخش في جوه يا أخي أنا أبوها كلمه كلموا لبيب يقول له انت احمد كذا قال لك انا ارجل منك لاقيني هنا في فرنسا يا درشتني يا درشتك، انا ما عندي موضوع انت حارس امك هنا انت ذاتك لاقيني فك في اي راجل وضغ الفهنة قاعد في البلد ده انا ارجل منك، انت داير عندك ما هي مشكله انا ارجل منك قابلني بس يا درشتني يا درشتك، اشتري سكينك تفاصيلك ساطورك اي شيء، انا طبعا زول شغال مباني مسموح لي اشيل حديد حديد وسكاكين وبتاع ما في بوليس بيسالني عديل في حديد كده عديل ومخطوب انت عارف تكون ايه مخطوب شاكوش ها مره زبات بتاع عديل كده شنطه عديل دقو شك دقو شك دقو شك دقو شك ما في بوليس يقدر يتكلم معايا حديد وسكاكين وايش اثنين بس، انا ما بقول لك ارجع منك يا درشتني يا درشتك، بدل تقورك زي اخلاص 10 جنيه ها 10 دينار اخلاص 10 دينار تلقى زيها قابلني عديل عشان ترتاح، وكنت انت ما ايريس للشمالين انا قلت لك ما تتعرص ليه، انا قلت لك ما تبقى معرص للشمالين، انا قلت لك ما تبقى معرس للشمالين، انت واقف متاريس بيني وبين الارص برهان لي، واقف متاريس بيني وبين الجيش لي، الجيش ده حق ابوك اشتغلت له انت، انت واقف متاريس بيني وبين ابو رهب لي، ده بس مشكلتي انا مع بيبي، معرسه زي ذاك النجومي، النجومي طبعا كشحت له حله الكمونيه ما بيتحمل، كويس ما بيتحمل، اما ده تافه، الزول ده تافه تفاحه كده، ديل البشورته من دارفور البمشو بمشو الخرطوم بقوا شميش في الخرطوم وكده كده ده امثال بيبي ده، لكن عباس اوكسجين ده مفتح محترم حركه اسلاميه منافق كذاب هو طبعا، لكن حركه اسلاميه هو اسلامي بلبوسي عباس اوكسجين هو المفتح ومحنك ما زي ده، عباس اوكسجين ده انا عديل اديك له اديك الميزه بتاعت عباس اوكسجين، عباس اوكسجين ذاته لبيبي ده لا عنده له حاجه عديل كده والله مفتري بتكيف له شديد انا بحبه والله عندنا حاجه ده كشف لك عباس انت ما تعرف عباس يا زلمه، عباس ده ذاته لو داير يتونس مع البنات بلقط البنات الصعاليق الكبار كبار الفطاحله بيتونس معاه، انا ما بتابع التيك توك ده والله ولا بيتكلم كثير ده، حسي عباس ده اكسجين ده رد علي دول اسلامي صاروخ ولا عندك ولا بيبي ده بيبي مش نفسك ولا اي عنصريه عديل كده عباس عندك اي ما عنده حاجه لبيبي ابو شوف وكشف له كده عباس مع اكسجين شفته راجل متعلم جدا بكشف له كده انا ده عبيد بتاع عباس اكسجين الان هو حركه اسلاميه ومختلف مع الاسلاميين وماسك الخط بتاع جبريل وما داير الكيزان يرجو اديله خط طريقته ما داير ما داير الكيزان يرجو نهائي اسماء الحركات ما داير الكيزان يرجو
وضده مع دي، وواقف مع الحركه ده اسمه اسماء الحركات. ارجع ل انا ذاك اسمه منو ده الله يدينا اسمه بيش. بيش برضه ما دير الحركه الاسلاميه، رجع بيش ده مفتح فتح شديد، ما دير يوم الحركه الاسلاميه دير ينقلب على المناوي. هم طبعا بس مخدسين مناوي بس، ما عندهم شغله بزول ثاني. يوسف ده مسكين، ده مسكين يعني صور الله يعني والله يت... ذاك ود مكة ده بقى جنجويته، قبض قبضته وبتاعه، حتى بينبزهم وبترجم لغة أمهاته. لكن ده بيبي ده ولا شغالين بيهم ناكرينه ذاته. لكن طبعا بيتكلم لغة أمهم فما يقدر يعني بحشهم بيبي، فما بقدر. لكن شنو برضه شنو بقشفه لو كده أنا والله أنا أكون معك واضح يعني افترين يا زول، أنا بعرفهم يا زول. انا يا بس اكسجين يا وزاد اسمع الاسم ده اكسجين يا زول، لانه بتخمر كده بخمر كده. لكن بيبي ده بس ارسلت له رساله عشان ما تجود الكلب الوان ده، عندك خيارين، يا تشتكي احمد كسر يا تلقاه في الميدان تدرشه، عشان ابو رهف لو درشته ترفع عليه لايف تقول يا ده احمد كسر قتيل انا قتلته والحمد لله رب العالمين، وانتوا تتعرصوا مع ابو رهف عشان بدل تقول تكوري زي اخلاص 10 دينار. لا ابو ود مكه ده معروف، ده دول بائع وبتاع، ود مكه ده شغال هناك معنا والله العظيم كشال عشا ده عشان اشوفها والنسوان الصغار دي. لكن لو اضطريت الكلب الوالده دي لو ما سكتوها بكشح العشا يعني، بكشح حاجه كده عشا واحد كده، وبجوني في الخاص يا كسر وبتاع بكشح لهم عشا ده، حلت كمونيه ثاني كده بجقجق عليهم كده كشوا اثنين، بقول لهم ثبت امسك انا عندي اكثر تلفوني ده اكثر من 500 عشا هنا للحركات والله افككم طوبه طوبه، بس كان كشحت لهم حلتين بتاعت كمونيه جد برجفوا. انتبهوا انتبهوا امسكوا الكلب الوالده دي والله جد هو فرتي هو لستك. يعني احنا كلمناه قلنا لهم يا جماعه شوف اول حاجه أنا احنا ناس واعيين، الناس مجانين ولا بلده، الناس طبعا هسي بيقولوا يا اخي الناس دي القديم شاكروا والكيزان والحركه الاسلاميه والجنجويد بيكونوا مبسوطين. انا راكب الجنجويد، جنجويتي ده انا يومين راكبه. لكن في نفس اللحظه الخلاف وين؟ الخلاف انه مني خاين وافد واميل وارزقي، ده المشكله. لانه نحن اصلا وحدتنا انه كلكم تعالوا اقودوا في كتله واحده وشيلوا سلاح ان شاء الله من اسرائيل ونضوا في اقليمكم وندعمكم، وحتى ذات نعمل صندوق هنا، الصندوق لما تكونوا متوحدين اموركم يمشي. قالوا لا ناس مني بيجوا ارزقيه بمشوا بيغادي، وعبد الواحد بيقول لا انا بهنا، وجماعتنا هناك في جبل مون ماتوا، الداجو بيغادي هنا ماتوا، هناك ناس الجنينه ماتوا وبعينوا ليم. طيب زي ده بنفوا بشنو ده؟ ده زول زي ده بنفوا بشنو؟ ما عندهم خير تسوبهم شنو زي ده؟ ما نحن قبل تكلمنا قريب 4 سنوات يا ناس يتوحدوا في كتله واحده رفضوا. جوات ناس حنانين حاكورتي حاكورتك حبوبتي حبوبتك قريبي ما نافين، ادينا سبورت للنوبه لشنو؟ دي ورجه ساكت. ده بقول لك زمان في المدرسه بقول لك يا اخي ده زول ده محرجل صح؟ دي حرجه لساكت دارفور، دي كلها حرجه لوسخ ساكت. المراه بس الدارفوريه والاطفال بس هم المتضررين هم التعبانين، نسوان ده كلهم الجنجويد قال لهم داري يكتلهم بيكتلهم ولا داري يخليهم بيخليهم. دارفور النساء القاعدين في المعسكرات في رحمه الجنجويد. الرجال الكتلوم كتلوم القطو البحر الابيض القطو والفاتو ده فاتو. خلينا النسوان برام بس هسينا في رحمة الجنجويد داري يكتلوهم داري يكتلوهم ما داري يكتلوهم خلوهم. الله بسمعهم ما في زول معهم الله بسمعهم. كلمناهم 700,000 مرة، ناس بتاعت مصلحة بس مني، ده أكبر زول بتاعت مصلحة وزول أرزقي بحب المال زي الحبشية. بعد احترامي للحبشة يا جماعة لأن عندكم ناس بيحبوا المال كده ومعليش بس كلمة وكده فات. حرام فارغ ساكت على قول الله هات تسولوا زول زي شنو؟ عشان احنا ما اغبياء تجي تقول لنا احنا الشاكله بيناتنا، احنا ما الناس ما حتى ناس الجنين الليل الان انا قلت لهم مش يشيلوا سلاح من اسرائيل، حسي هم نصهم نصهم نص الناس فاتوا حسي مع الجيش، الجيش قديم في الخطوط العمليه بمسكهم بقول لهم قولوا باع 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 شنو باع يا اخي جيش شنو يعني كم الجيش هذا؟ جيش تخوال ساكت يا اخي، انت مش تودي ناسك عشان يموتوا؟ واللي قال عليه احنا قال حرر الخرطوم بعد تقمش الجنينه كلام فارغ ساكت. طب قتل ناسك ابو اسمع الكلام، قلت لهم خلاص على كيفكم خشمي تعالي سكت.
هالموضوع يعني احنا ما اغبياء، احنا ما هبل، احنا ما بهايم، احنا ما طير. الوحده كده ما ببقى، انت زول طماع، زول ارزقي، زول وسخ، زول تحب القروش زي الكلب الوالده. نعمل لك شنو يعني؟ نتفق معك كيف؟ حسي في الحرب بتاع الفاشل ده كلمناهم قلنا لهم يا جماعه امشوا، الناس اللي قاعدين في المعسكرات دي والناس الجنينه دي طرف طرف لملموهم، ادوهم 400 500 تاتشر والله ناس انتوا تنوموا عديد ذاته مشتركه ده ينوم عديد، ناس دي خضبانين وسهرانين به تخشون بين جبل مون وناس الجنينه وناس مستريه وبتاع والناس الكوره الفرد دي يجوا منتشات سلموهم 500 تاتشر بعهد عديد والله يركبوا لكم الناس دي من طرف من يمشي يكسر تلج زي اخته هناك وقتليه مع الكيزان هناك هناك. سعر واحد في تعليق احمد طه سعره قال لي في مواطن سعرك يا ميني، قال لك يا اخي انت ليه ما مشيت دارفور؟ قال لي انا ده ما بعرفه ذاته مره ولا راجل وذاته ده سؤال يسالني وسؤال كده وطوالي فرفر ده حسي لو مني انت جابه ما بديك طلب بقتلك وحمي ساكت دور وحمي يا اخي ما عنده اي موضوع يا ما عادي ترد على مواطن سعرك زي ده انت دول في منصب مرموق زي ده تقول له يا اخي والله يا اخي انا اصلا موجود في بورسودان وبوفر لقمه الايش والذخائر والاسلحه وخرفة العمليات مع الجيش واحد والناس بتخاطر، انا برضه عندي امل سياسي وعسكري الاثنين ماشيين سوا بكل اريحيه. غبي بليد ساكت وعدينا لنا كلها قصص ومتحكي مع حميتي ده بس كده حميتي والله لو ما مات والله كان شوف حميتي مات ده واحد. اثنين النقطه الثانيه اللي خلاه انه يخش في الحرب لانه قالوا داروا يكونوا حكومه في دارفور وفضلت الفاشل طوالي قاموا شنو قالوا يلا يا جماعه رفعوا بندقيتهم. لكن الجنجويد لو ما كان قالوا خطه داري كون حكومه في دارفور يستلموا الفاشل وقد طلقه وقد لسه قاعد في الرياض. انا وقد ما عندي موضوع انت جاي هنا ليش شنو مثلا؟ جاي اللايف ليه؟ انا ذات الاشي جاني ما شاء الله اصلي الاشي جايين اللايف ليش شنو مثلا؟ الرساله وصلت كده بس وصلوا الكلام ده لبيبي يا جماعه اقطعوه قول له اسمع بدل تكورك زي اخلاص 10 دينار 10 دينار عشان ما نقطع زلط وزي الكلب الوالدة عندك خيارين يا تفتح بلاغ يا تلاقيني فيستي فيستي يا انت يا انا اي ما قرص بتاع الشمالين ده انا هنا وكم كترت انا بكره ما بخليك طبعا حيقطوا لي كلامك هيجيبوا لي ما بخليك بشتبك معك انت والقرص ابو رحف انت وديل مع العريصه ده نرفع قبالك في اللايف شفت ده كشف الناس اول حاجه انت ما بخليك اسمع الكلام ده كويس اسمع يا الكلب الوالده على قال عينه له عينه الخلقه دي عينه الذول الكدروك ده اول يا كدروك انا ما بخليه ده واحد كويس نظر القلعه دي ما بخليها شفت نظر القلعه ده ما بخليها بركب رجله ونتكيف كامل الكاريزما ده ما بخليه تترقب لما تتكيف تمام حميتي ده ميت حي انا ما بخليه كويس يا سرراته ما بخليه كويس يتركب لما يتكيف عرفتوا كلامي تمام عندك تاني منو منا ده ما بخليه عين نيوجو ده شايفين الاحبل ده برضه ما بخليه يتركب ليل ونهار يتركب مقلي ويوري مالاخ انت خايف من منو يا زول سماع ذات البروج ده برضه يتركب تمام تاني البرهان ده انا ما بخليه كويس ده برضه بيتركب لما نتكيف تاني عندك كناي ده ربيع ده برضه ما بخليه كويس تمام تاني الكلب الوالده هنا نجيب الكلب الوالده شفت ده برضه ما بخليه ده شغل يعني بس ما في هسه شغل في الدوله ما في هسه شغل كده خلينا ندعم الدوله ما في الا القيادات تتغير طيب الفراخ من الدعم بتاع الدولة ولخايد ديال انصراف ده هو ما هو بس ذكروني بس ما عنده شخصية زي ده عشان نجيبه صحيح شفت ده الكلب الوالدة دي شفت كلب السرة دي البمشي بكسر تلج لناي والله العظيم يا جماعة أنا بتمنى إنه يا جماعة يا لاجئين كلكم أمشوا اشتكونا يا جماعة أمشوا اشتكونا وقولوا يا جماعة أن إحنا عندنا أبو رحف وعندنا أحمد كسلة وعندنا بيبي وكل النشطاء قول لهم يا جماعة الناس دي نزلوا لهم لنا في أرض المعركة أنا والله قبلان أقسم بالله العظيم أنا قبلان والله يا جماعة
لموا يا سودانيين اطلعوا مليونيه، اشتقوا في اي دوله قولوا نحن دايرين النشطاء ديل ينزلوا الميدان. يا ما تكن الجنجويد يا ما تكون اثنين بس، والله العظيم اقسم بالله قدام بس. الله يا ابو رعب لو ما اسحل في لباس وايدك ما تديني بيبي ده شو